Juz 10 At-Taubah 83 84 85 86. Fa in raja'akallahu ila dha'ibatin minhum fastazanuka lil khuruj faqul lan taruju ma'iya abadan wa la in tuqatilu ma'iya aduwa إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم ولا وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بما بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وتزق أنفسهم وهم كافرون ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين.